من نيويورك لتريدينج سنترال، أنا لويا الأكوا. تتداول الأسهم في المنطقة الحمراء قبيل افتتاحية يوم الثلاثاء، حيث أبقت المخاوف بشأن التجارة العالمية المستثمرين على حافة الهاوية. في يوم الجمعة الماضي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه مستعد في ضرب الصين جمارك إضافية بقيمة 267 مليار دولار. أما في البيانات، سيولي المستثمرون اهتماما وثيقا للفرص الوظيفية وبيانات الجولز المقررة الساعة 10 صباحا. في أسواق العملات، اليورو أمام الدولار في انخفاض، الجنيه أمام الدولار لا يزال التحيز سعوديا، بينما الدولار مقابل الين الياباني يظل التحيز سعوديا أيضا. الدولار الأمريكي أمام نظيره النيوزيلندي تحت الضغط، حيث قام الزوج بتخطي متوسطات المتحركة الهابطة ويتوقع أن يواجه المزيد من الضعف. مواقع البيع القصير تحت 0.7130 والأهداف عند 0.7095 و 0.7065 في الامتداد. البيتكوين أمام الدولار يسود الاتجاه السعودي، طالما أن 6206 هي أيضا نقطتنا المحورية. أما الذهب فيتراجع عن دعمه عند 1193، مواقع طويلة فوق 1193 مع أهداف عند 1198.75 و 1202 في الامتداد. أما الفضة فالمقاومة الرئيسية عند 14.25. Trading Central Web TV، لويا الأكوا.